بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 22 من الكتاب 37، كتاب الأشربة، باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك. يعني لما تأكل تمر أو أي فاكهة فيها بذر، يستحب ألا تضع البذرة أو النوايا في وسط التمر الذي لم يؤكل. فهمت ازاي؟ وده من ايه؟ من اداب الطعام عشان ما تقربش الناس. يعني انت بتاكل تمر فيه نوى، فما تاخدش النوى دي تحطها في وسط التمر اللي ما اتاكلش لسه، يبقى تدخل تعمله في حته. النبي كان لما يجي ياكل التمره وياكل بثلاث صوابع، ويروح مطلع النوايا بين الصوابع الوسطى وبتاع ويرميها بره كده، صلى الله عليه، ويرميها ايه؟ بره الاناء اللي فيه التمر. فهمت؟ ده من باب ايه؟ الادب، حتى لا تجعل الذي ياكل معك يتقزز منك. النبي لو عمل كده ما حدش هيتقزز منه، لكن النبي يعلمنا احنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ريقه شفاء شفاء، وكانت يعني لما يجي يتوضا يعني يتقاتلوا على بقايا وضوئه، حتى انه لو كان تفل كانوا ياخذوا تفلته يدهنوا بها وشه. فالنبي لا مستقذر فيه، لكن النبي يريد ان يعلمنا احنا، صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 49 بعد 405,000، قال حدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة. الوطبة نوع من الحلويات كانوا بيعملوها أيام النبي أهل المدينة، عبارة عن خليط من التمر البرني والأقط والسم. التمر البرني معروف لحد دلوقتي موجود في المدينة، ما تقول أنا عايز تمر برني يجيلك، وهو من أجود أنواع تمر المدينة. يجيب التمر البرني ويدقه، ويجيب معاه الأقط اللي هو اللبن المجفف ويدقه، وبعدين يحط السم وقليل من الماء ويحطه على النار ويخلطهم في بعض، وبعد كده يجففه ويطلع قطع حلوة جميلة كده اسمها ايه؟ الوطبة. واخد بالك؟ دي كانت أكلة كده بيعملوها أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. احنا عارفين ان الإنسان بعد ما يشرب هيسقي غيره، يبدأ من على يمينه. السنة دي عرفناها قبل كده وقرأناها في أكثر من موضع. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. يبقى يسن الدعاء ايه؟ من الضيف الصالح وإجابته ايه؟ لما حد يستضيفك ويعمل لك إكرام وبعدين يقول لك ادعي لي، تدعي له، واخد بالك؟ فأول ما قال له دعي لي يا رسول الله، الرسول دعا له من الدعاء الجميل ده: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. باب أكل القثاء بالرطب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يزاوج بين الأطعمة المختلفة من باب يعني تحسين كل طعام بالطعام الآخر. القثاء ده نوع كده معروف المصريين والأتة، انتوا تعرفوه؟ المصريين يعرفوه، لما الماليزيين عندكم أتة؟ أكيد عندكم، بس انتوا متعرفوش ان اسمها كده. دي عاملة زي الخيارة طويلة كده، بس طويلة وتلاقيها مخططة. فهمت ازاي؟ هي من جنس الخيار بس طويلة، دي اسمها القثاء. لما تيجي تاكل القثاء دي تلاقيها رطبة، يعني فيها رطوبة الخيار لكن ما فيهاش أي سكر، مش مسكرة خالص. فكان النبي ياخد قطمة قثاء وياخد تمرية، يقوم يسكر القثاء بالرطب ويخفف حدة سكر الرطب برطوبة القثاء، يبقى بيعالج الأطعمة. يقول لك برضو هذا يطفئ حر هذا، يعني برودة القثاء تطفئ حرارة حلاوة التمرة. فهمت؟ كان ياخد قطمة قثاء وقطمة رطب، قطمة قثاء وقطمة رطب صلى الله عليه وسلم. وهذه الأكلة على فكرة بتزود الوزن، يعني اللي بيعاني من نقص في الوزن لما ياكلها وزنه يزيد، لأن ستنا عائشة قالت لما خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت صغيرة الوزن، فأكلتني أم القثاء والرطب فسمنت. واخد بالك؟ قايلة كده ستنا عائشة. يبقى نعرف لما حد يقول لك انا عايز ازود وزني، تقوم تقول له عليك بالقساء والرطب، بلما تقول له بالمفتقه. المصريين يقولوا كل مفتقه، والمفتقه برضه بتخسر، بس اللي يستحملها لانها معموله كده عجينه عجيبه من الحلبة على العسل الاسود على السكر، على يعني صعبه، اكله صعبه، عايزه معده زي الحديد. باب أكل القثاء بالرطب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا، وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء بالرطب يجوز انك انت تاكل باليمين والشمال في وقت واحد، اما تكون بتاكل صنفين يبقى القثاء القتايه ماسكها في ايده اليمين والرطبيه في ايده الشمال، ياخد قطمه كده قطمه كده، او مثلا في ايدك سندوتش وعايز تبلع بكوبايه الشاي تاخد بق كده وتبلع، جائز، هذا جائز، سنه، يعني زي اللي يبقى في ايده ازازه بيبسي مثلا حاجه ساقعه ومعاه سندوتش، فياخد قطمه من هنا وبق من هنا، قطمه من هنا يشتغل بايديه الاثنين، ما فيهاش مانع، بس يخلي يخلي المأكول في اليمين ويخلي المشروب في الشمال افضل، يعني واخد بقى الافضل. لكن لو اختار اي حاجه، المهم ما يكبش الحاجه على نفسه وتلخمه. فهمت؟ باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده عند الأكل. ده محل نزول نعمة، وعندما تنزل النعمة يفضل أن يكون الإنسان يستقبلها بالتواضع مش بالتكبر. لما تنزل عليك أي نعمة تستقبلها بالتواضع وليس بالتكبر، وبالتالي طالما الأكل نعمة، محل نزول نعمة، فتأكل وأنت جالس جلسة المتواضع مش جلسة المتكي زي أما الناس المتكبرين يقعدوا ياكلوا كده ومتكئين وعامل كده بقى وياكلوا حاطط رجل على رجله وكانه كده، ده اكل المتكبرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس القرفصاء وياكل ويقول اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم، يتواضع للنعمه. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج كلاهما عن حفص قال ابو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا
المقي اللي هو الجالس المستوفز على وركه غير متمكن. عارف انت لما تعمل رجليك كده وانت ايه بتسجد وصوابع رجليك متنيه كده على الارض، وبعدين تروح رافع حاطط اليتيك على عقبيك ورجليك كده، هو ده اسمه الايقاع. فهمت؟ يبقى النبي يقعد قاعده مش مريحه عشان ياكل ما يكترش الاكل. يبقى النبي كان لما يجي ياكل ما يحبش يقعد قاعده مريحه حتى لا ياكل كثيرا ليمنع نفسه من النهامه. فاهم؟ لكن احنا بقى عشان ناكل يا نفرش القعده ونقعد مربعين بقى ونجيب التلفزيون ونقعد نتفرج والريموت ونجيب بعد كده الاكل قدامنا ويشيلوا اصناف ويجيبوا اصناف ويشيلوا اصناف ويجيبوا كده، ما ينفعش الطريقه دي، ما تنفعش. هتنتحر في الاكل كده، تفضل تاكل لما تموت من الاكل. بعض الناس يفتحوا البنطلون، وبعض الناس على بيقول لك يفتح حتى البنطلون ويقلع القميص علشان كل ده كرش ما يمتد. يعني ما يصحش الحاجات دي كلها، مش عادة المسلمين يعني الاكثار من الاكل. النبي كان ياكل اكل المتعجل صلى الله عليه وسلم، ويجلس الجلسة الغير مريحة علشان كمان ايه يعني حتى لو الاكل حلو يتعب من القعدة يقوم يمشي بقى، كفاية كده صلى الله عليه وسلم. لان المقعي ده ما يقدرش يقعد القعدة دي مثلا خمس دقايق على بعض. انت ازاي لو قاعد انت قاعدة المقعي؟ وعن ابي قال وحدثنا زهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا عن سفيان قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن انس رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا يعني بسرعة. وفي رواية زهير أكلا حثيثا، حثيثا بمعنى ذريعا، ومحتفز يعني مقعي، كلها بمعنى واحدة. يعني إيه؟ يعني مستوفز، مقعي، مستفز، مستوفز، محتفز، كل دي بمعنى واحدة. وأكلا ذريعا يعني أكلا سريعا، أكلا حثيثا يعني أكلا ذريعا يعني سريعا، كل دي مرادفات لمعاني واحدة. فهمت؟ باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. لما تيجي تاكل مع الجماعة ما يصحش إنك أنت تروح مادد واخد حتتين لحمة مرة واحدة أو واخد تمرتين مرة واحدة، هم بياخدوا واحدة واحدة وانت بتاخد اتنين اتنين. طب ليه؟ كل زيهم واحدة واحدة. فهمت ازاي؟ ان كان الطعام ليس مملوكا للجميع فيبقى ده على سبيل الاستحباب. لو كان الطعام مملوكا للجميع يعني احنا لمين تمنه مننا كلنا وكلنا نملكه، يبقى في الحالة دي لا يجوز ان انا اعمل كده الا باذنهم والا يحرم، لان باكل بغير اذنهم. فهمت؟ يبقى قد يكون النهي هنا للتحريم إن كان الطعام مملوك للجميع إلا بإذنه، وقد يكون للتنزيه إن كان الطعام كثير لأنه يمنعك من النهم. فهمت بقى؟ وقد يكون مباحا إن كنت بتأكل منفردا في أكلك، بس أنت لوحدك في البيت حطوا لك الأكل، ممكن بقى أعمل اللي تعمله، هو ده مالك تأكل فيه وبتأكل لوحدك، ان شاء الله تاخد ثلاث تمرات وتحطهم في مربوع بقى مش مشكله، او مالك واخد بالك. لكن لما يبقى مع الناس لازم تراعي برضو الناس. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت جبله بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر، يعني يعطينا التمر بلا مقابل، يعني هديه وصدقه، بمعنى يرزقنا التمر، ونسب الرزق للمخلوق لانهم لم يكونوا وهابيا. لو انت قلت كده فلان يرزقني يقول لك يا مشرك، مش وهابي كده؟ لان بياخد اللفظ على الحقيقه، ما عندهمش مجاز. فهمت ازاي؟ الرازق على الحقيقه والله، لكن في المظهر الانسان ممكن يرزق غيره، مش كده؟ وربنا بيقول فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا ايه؟ معروف في المواريث. وإذا حضر القسمة أولو القربى
واليتامى فارزقوهم منه وقولوا لهم. فارزقوهم نسب الرزق للمخلوق، فهمت ازاي؟ خلافا للوهابيه يقولوا اذا نسبت صفه الله للمخلوق فقد اشركت. مش بيقولوا كده؟ عندهم قواعد كده يكتبوها في كتاب. اشركت لو قصدتها على الحقيقه، لكن لو قصدتها على المعنى المجازي لشيء فيه. طول عمر العرب بتتكلم بالمجاز كده ويتوسعوا في المجاز، فهمت؟ كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا. كان وقت ايه؟ شدة، والطعام قليل وفي مجاعة. سيدنا الزبير كان يجمع الناس الفقراء ويجيب لهم التمر ياكلوا، فسيدنا عبد الله بن عمر يمر عليهم يقول لهم الاكل قليل، محدش يقرن، كل واحد ياخد واحده واحده، لا تقرنوا لقله الطعام ولكثره الجوعه. فهمت ازاي؟ يبقى هنا ده امر على ايه؟ على الوجوبه. وكنا ناكل فيمر علينا ابن عمر ونحن ناكل فيقول لا تقارنوا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران الا ان يستاذن الرجل اخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان. وعن أبي قال وحدثنا هو عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. وعن أبي قال وجهد يعني جوع مجاعة قلة مؤنة قلة طعام، دي معنى جهد، قلة مال. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال في الدخار ولا إدخال؟ الدخار. دي خطأ في طبيعة المكنس، يلا اقعد عليها سجلها عندك، لأن كاتبين إدخال هي الدخار، يعني مكان اللام تبقى راء، لأن نادر على فكرة الأخطاء المطبعية في طبيعة المكنس نادرة. فإيه؟ واحد فيكو يعني طول ما احنا بنقرا كده يدون الاخطاء اللي بنلاحظها، والصفحه ورقم الحديث ورقم الباب، عشان بعد ما نخلص نروح لمطبعه الايه؟ المكنز، نبلغه بالاخطاء دي يصححوها في الطبعه القادمه. كويس؟ تبقى ثواب يعني. يبقى نأيد الحته دي لمن يؤيد عنده. باب في الدخار، يبقى اللام تبقى راء. يعني كاتبينها ادخال. من الأقوات للعيال، يعني يجوز إن الإنسان طالما عنده عيال إنه يدخر قوت الأولاد في البيت، علشان العيال لما تجوع يبقى عنده إيه؟ شيء العيال تاكله. يبقى الدخار إيه؟ ما يحتاجه العيال أمر مطلوب جائز شرعا، وليس إيه؟ منهي عنه، وليس ضد التوكل، بل التوكل والأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليه. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر، لأن التمر يدخر ويستخدم قوت، فالتمر قوت مدخر. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله، قالها مرتين أو ثلاثا.
باب فضل تمر المدينة. والنبي بيتكلم هنا على أهل المدينة، لأن التمر بالنسبة لأهل المدينة هو القوت المدخر، لكن في مصر هنا بيت لا قمح فيه جماع أهل، لأن القمح هنا عندنا في مصر هو القوت المدخر. تروح الصين وماليزيا الرز، يبقى بيت لا أرز فيه جياع أهله، كل بلد على حسب القوت اللي عندها. تروح لندن عندهم القوت بتاعهم ايه؟ طب البطاطس شيبسي، طول النهار قاعدين ياكلوا بطاطس لما تخنوا بوادوك. فهمت ازاي؟ يبقى بيت لا بطاطس فيه جياع أهله، يعني كل بلد على حسب. تروح أوغندا عندهم الموز في أوغندا هو القوت بتاعها، يبقى بيت لا موز فيه جياع أهله في أوغندا، وهكذا. فهمت بقى؟ يعني على حسب قوت البلد. باب فضل تمر المدينة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها، ولابتي المدينة يعني الصخرتين الكبار السوداء اللي موجودين في المدينة في شرقها وغربها، هي بين لابتين صخرتين سوداء كبار، النبي كان يقول ما بين لابتي حدود المدينة يعني. من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي، يعني كأنهم شفاء ووقاية، شفاء ووقاية تمر المدينة. حدود في المدينة موجودة، بس أظن أزيلت أشياء منها لما عملوا العمارات الجديدة. ما احنا من علامات القيامة ايه؟ الجبال سيرت. دلوقتي ثقبوا الجبال وعملوها ممرات أنفاق، وشالوا الجبال وعملوها مدن، وشالوا الجبل هنا وعملوها الحديقة هنا. واحنا رايحين على الأزهر كان في صلاح سالم، مش كان في جبل كده ترابي؟ شالوه عملوا حديقة سموها حديقة الأزهر، ودي كانت جبل، واخد بالك؟ فالجبال سيرت يا عم، من علامات القيامة. يبقى سبع تمرات من تمر المدينة دول ايه؟ وقاية وعلاج من السم. والسبعة ليه السبعة؟ عدد تعبدي، ما نعرفش الحكمة في ايه، فهمت ازاي؟ لكن السبعة وارد في الشرع الشريف ان السبعة فيها اشياء كثيرة. السماوات سبع، ايام الاسبوع سبع، مش كده برضو؟ والتمرات بتاعت المدينة سبع، واخد بالك؟ ورمي الجمار بيبقى ايه؟ سبع برضو، والطواف سبع، يعني حاجات كتيرة. السبعة دي فيها سر، ايه هو السر؟ ما نعرفش، لكن فيها سر الكمال، فيها سر الكمال، فهمت؟ فلازم تراعى. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي يقول سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يبقى عجوة المدينة، والحد دلوقتي عجوة المدينة بتتباع على هذا الحديث، كل واحد يروح المدينة يشتري عجوة المدينة ويهدوا بعضه بتاعه والكلام ده كله، كل ده بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإيه إخبار النبي بهذا. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية، العالية دي إيه؟ عوالي المدينة شمال المدينة، واخد بالك؟ يبقى العالية دي شمال المدينة، الجهة الشمالية،
إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة، يعني لما تاخدها عري، يعني أول البكرة يعني عريق صباحا كده. باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. والكمأة نوع كده وسط بين الجماد والنبات، يعني نهاية الحياة الجمادية وبداية الحياة النباتية هي الكمأة. والكمأة دي موجودة في صحاري كتير، اللي يروح سينا في مصر فيها كمأة، واخد بالك، وموجودة في مرسى مطروح، وموجودة في ليبيا، موجودة في جزيرة العرب الكمأة، موجودة في العراق، واخد بالك، فموجودة في بلاد كثيرة الكمأة. عايز تعرف معلومات عنها وتشوفها، ادخل على النت واكتب الكمأة، هيجي لك منها صور وكيفية اكلها وفوائدها ومش عارف ايه، وتخش على الويكيبيديا ومش عارف الكلام بقى اللي طالع الجديد ده، تعرف كل المعلومات وتستريح وتنبسط. لان ممكن واحد يكون ما شافهاش، يعني ممكن واحد يعني قراها لكن ما شافهاش، فلو عايز تشوفها سهل تشوف. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن، مش ربنا بيقول وانزلنا عليهم المن والسلوى، فالنوع من المن الكمأة دي نوع من المن، وماؤها شفاء للعين، والمية بتاعتها كمان لما تستعمل قطرة للعين بتشفي امراض كثير، وده المفروض ان علماء اطباء العيون يروحوا يبحثوا عن الكمأة وياخدوا المية بتاعتها ويدرسوها ويعرفوا ايه الامراض اللي بتفيد العين، ما نستناش لما المانيا وامريكا وانجلترا يعملوا ابحاث ونستوردها منهم، احنا عندنا علوم اهو نبحث ونشوف، فهمت ازاي؟ لكن للاسف كله تنابلة، مستنين بس الاوروبيين يقولوا لنا نقول لهم اه نمشي وراهم. طب ما احنا ممكن نقود العالم، عندنا يعني علوم كثيره بكر ما زالت في كتب السنه عندنا. وكان في رجل صالح اسمه عبد الله الدمشقي معاصر للامام النووي فقد بصره، وكان رجل صالح، فلما قرا هذا الحديث فاخذه باعتقاد، فارسل الى انسان ياتيه بالكمأة فاخذ ماءها وقطره في عينه عده ايام فعاد اليه بصر، وذكره الامام النووي قال عصرناه ورايناه بعدما فقد بصره بالكليه وببركه هذا الحديث، فهمت؟ فالحديث ده لازم يبلغ به اطباء الرمد والاوفثالمولوجي في الكليات المختلفه يعملوا عليه ابحاث، بنقول لهم ما بيعملوش حاجه، يعني انا ياما قلنا لهم، لكن كل واحد ملخوم في عيادته وعايز يلم له قرشين وبتاع ويعيش حياته كده ويموت مع السلامه، محدش عنده طاقه قدره على البحث العلمي للاسف بسبب غلاء الاسعار والحياه واخده الناس، فنرجو ان الناس تهدى شويه كده ويبقى عندها حرص على العلم، والرزق هيجي لهم هيجي لهم. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة في التقسيم بتاع علماء النبات بيعتبروها نبات من الفطريات، اعتبروه نبات فطري من الفطريات، خدت بالك؟ وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر، انا فاكر ان واحد صديقنا كان مهندس جاب لي كمأة كده مش عارف من سينا وقال لي اشرب منها، انا الحقيقه قرفت اشرب منها، لقيت حاجة كده لزجة كده وحطيتها بالبلكونة لحد ما زهقت منها ورميتها في الباب. يعني نفسي عافتها. كان جابها لي والله، حطيتها في البلكونة عندي هنا في المقطم وكل يوم أصبح عليها بس، ولكن ما قدرتش أحط منها حاجة في الباب. لأن مش متعودين على منظرها. لو أعرف إن أنا هقرا الحديث ده كنت شلتها لكم بقى، من ساعتها أجيبها لكم. لكن رميتها بقى.
لا اجدوها عند قومي فاعفوها. هو النبي عمل كده في الضب غير. وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال واخبرني الحكم عتبة ابن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن زيد ده احد العشرة المبشرين بالجنة، خد بالك، ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب وزوج اخته. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم انكره من حديث عبد الملك. وعنه به قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال اخبرنا عبثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي انزل الله تبارك وتعالى على بني اسرائيل وماؤها شفاء للعين. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبه عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي انزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. وعن ابي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي انزل الله عز وجل على بني اسرائيل وماؤها شفاء للعين. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. باب فضيلة الأسود من الكباث. والكباث هو النضيج من الأراك، عارف الأراك اللي هو السواك كده، فالنضيج منه يسموه الكباث، الناضج منه يعني. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهبة عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث اللي هو الأراك الناضج منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه، يعني نقوا المسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم. ايه الخبرة دي يعني؟ يعني دي فعلا خبرة غريبة يعني، تعجبوا يعني، ما يعرفش الحكاية دي الا رعاة الغنم، ان الاسود منه هو فعلا، فتعجبوا. النبي من مدينة ورعاة الغنم بيمشوا في البادية، فتعجبوا ان النبي بيقول لهم خبرة لا يعرفها الا اهل البوادي، فهمت ازاي؟ فقالوا قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكرمكم.